شوفوا معايا هاد الشلال، الحمد لله انفجار مجموعه من العيون. هادي مثلا اللي قطعات كاع الطريق، هادي طريق كانوا كيدوزوا منها الناس، هانتم هادي طريق تتأدي لواحد الدوار، شوفوا الان كي ولات ما شاء الله. وما عذب ما شاء الله صالح للشرب. شوف 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 الحمد لله. شحال واحد المعجزة ألا وهي ضرب الزلزال هدمت المنازل وخرج الماء. الحمد لله خرج الماء. يلا سير انت اقرا. واش تقرا هذا الماء اللي خرج؟ كيفاش خرج؟ سبحان الله. يعني الأودية يعني كان الماء جافر، ما تلقاش جغمة ديال الماء، فإذا هي سالت ماء. سبحان الله، بواحد الطريقة عجيبة، بواحد الطريقة اش غنقولوا؟ معجزة. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الزلزال يعني شوف، دائما المحنة تتبعها المنحة، المحنة تتبعها المنحة، حتى الآبار تحيا الماء، يعني طلع. سبحان الله، هذا الماء الحمد لله ما خرج حتى ضرب الزلزال. ديك الليلة فاش خرج هذا الماء، هذه البركة هذه، راه من 86 ما كانش الماء، راه الشجر كاع ناشفين ميتين، راه ما كاين غير وهذا الخير. الحمد لله شكرنا الله، حنا كنحمدوا الله ونشكروه على كل حال، والحمد لله. اش غنقولوا؟ أمر الله يتصرف، هذا أمر الله، هذا قدر الله. إلا بقى هذا الماء راه الناس غينساو هذا الشيء. الحمد لله نساو هذا الشيء، نساو والحمد لله، راه عطى الله الخير، ما خاص والو الحمد لله في هذه الساعه هذه. شحال بلاصه خرج فيها الماء تنظر؟ شي عيون كانوا ناشفين شحال هذه، من دابا هادشي خرج الماء. دابا حنين خرج؟ ما فيهاش، ما فيهاش شنو خرج، لا الشتا ولا والو. هذيك راه دابا خرج. ها، ما عرفتش سميتو فاش ما خرج بحال العين. هذا عين دابا ماشي عيون، هذا خرج باش خرج هذا سميتو خرج الماء. ماشي هنا شحال بلاصه؟ هنا هنا تعلمنا في الجهه الجايه، هو كاين شي عيون شفتو شحال هذه تبقى ما وخرجت هذه لاباس. لان هذاك الماء مقطوع الفوق، نتكلم ما قليل حتى لهاد الايامات فاش وقعت الزلزال هذا، بعد تحركوا الجبوله وعاد خرج الماء. بزاف ديال الجبوله ماشي غير في هاد البلاصه هادي، كاين حتى في البلايص الاخرين اللي خرج فيهم الماء بزاف مورا ما ضرب هاد الزلزال هذا، عاد خرج الماء. يعني كما تتشوفوا واخا هو خرج بحال هكا، يعني مازال ما صلح لا الشريب لا والو، راه سبحان الله العظيم كاين البلايص اللي خرجوا منهم 6 العوين، كاين البلايص اللي خرجوا منهم 5، يعني تبارك الله الماء حاليا بعدا الحمد لله. يعني باش تعرف اللي دار الله راه دار فيها الخير. في هاد الطريق هادي، الطريق اللي شدي الدوار ديالنا، هاد البلاصه هادي بالضبط سميتها امزغوني، الدوار ديالنا بالضبط سميتو ايتسيار، جماعه ايجوكاك، قياده اسني، عماله تحناوت، اقليم الحوز مراكش.
شفنا واحد المعجزة ألا وهي ضرب الزلزال هدمت المنازل وخرج الماء. الحمد لله خرج الماء. يلا سير تقرأ. واش تقرأ هذا الماء اللي خرج؟ كيفاش خرج؟ سبحان الله. يعني الأودية يعني كان الماء جافر ما تلقاش الجغمة ديال الماء، فإذا هي سالت سالت ماء. سبحان الله بواحد الطريقة عجيبة، بواحد الطريقة اش غنقولوا معجزة. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الزلزال يعني شوف دائما المحنة تتبعها المنحة، المحنة تتبعها المنحة، حتى الآبار تحيا الماء يعني طلع. سبحان الله هذا الماء الحمد لله ما خرج حتى ضرب الزلزال ديك الليلة. فاش خرج هذا الماء هذه البركة هذه؟ راه من 86 ما كانش الماء، راه الشجر كاع ناشفين ميتين، راه ما كاين غير وهذا الخير الحمد لله. شكرنا الله حنا كان الحمد لله ونشكره على كل حال، والحمد لله اش غنقولوا، امر الله يتصرف، هذا امر الله، هذا قدر الله. الا بقى هذا الماء راه الناس غينساو هذا الشيء، الحمد لله نساو هذا الشيء نساو، والحمد لله راه عطى الله الخير، ما خاص والو الحمد لله في هذه الساعه هذه. شحال بلاصه خرج فيها الماء تبارك شي عيون كانوا ناشفين شحال هذه ملي دابا شي خرج لان هذا كلمه مقطوعه الفوق نتكلم قليل حتى لهاد الايام فاش وقع هذا الزلزال هذا بعد تحركوا الجبوله وعاد خرج الماء بزاف ديال الجبوله، ماشي غير في هاد البلاصه هادي، كاين حتى في البلايص الاخرين اللي خرج فيهم الماء بزاف مورا ما ضرب هذا الزلزال هذا عاد خرج الماء. يعني كما تشوفوا واخا هو خرج بحال هكا يعني مازال ما صلح لا الشريب لا والو، راه سبحان الله العظيم كاين البلايص اللي خرجوا منهم 6 العوين، كاين البلايص اللي خرجوا منهم 5، يعني تبارك الله الماء حاليا بعدا الحمد لله اللي باش شاف اللي دار الله راه دار فيها الخير. في الطريق هادي الطريق اللي شدي الدوار ديالنا، هاد البلاصه هادي بالضبط سميتها امزغني، الدوار ديالنا بالضبط سميتو ايتسيار جماعة إيجوكاك، قيادة أسني عملة تحنوت إقليم الحوز مراكش.
هذا.